سمو ليدري الزرهون يختزل تراثا متنوعا من عمران أثري يرجع لقرون عديدة من أقواس وأسوار وأسواق وفنادق وأشكال هندسية ترسم مختلف الحضارات التي تعاقبت على المنطقة، فضلا عن تراث اللامادي مرتبط بالمواسم وتحديدا موسم مولايدري الزرهون وما يختزله من تراث صوفي وأشكال فنية متعددة كفن الملحون عيساوة حمادشة درقاوة التهامة أهلتوات وغيرها من الألوان الفنية التراثية التي أبدع فيها أبناء المدينة والتي نتعرف عليها وعلى واقعها مع أحد الفنانين المهتمين بالتراث الفني للمدينة السيد علال ميمون. من ناحية التراث الفني كتدار مهرجان تلقائي من أجل الزرور تيجيو الناس ديال الشيوخ ديال الملحون من أنحاء المغرب تلقائيا تيجيو تيكون تدوز تشور كلها ديال معظم الشيوخ ديال الملحون والنشادة والنظامة والخزانة. المدينة كانت عندنا حمد شاهنايا لأن الحمدوشية من التراث اللي هي والذكر الصوفي اللي هو صعيب الحفظ بحال العيساوية تجي سهلة ذاك جميع الشباب تعطوا العيساوية لأنها في الحفظ ديالها سهلة، أما الحمدوشية الميزان ديالها صعيب إلا الشيوخ ضاعوا اللي مات تلقى تيمشي أربعة الناس ولا خمسة. هذا التراث اللي هو كان خصو يتحافظ عليه ويكون عنده مؤسسات ديالو والفن يتعلم هذا الشيء ما يضيعش. كان درقاوية تهامة لأنها هي ديال المساواة اللي حدانا لأن هذا التراث ديال البلاد كانت عندنا فقط تهامة اللي بقى يلاه الحاج حناوي هو اللي بقى من الناس اللي كانوا تيهتموا أما تبقي كل شيء توفى وهم اللي يديروا الزرهون تخرجوا منه فرق موسيقية يعني لا حد لها من الفنانة من 1930 كان عمي رحمه الله العم ديالي كان رئيس مجموعة ديال الملحون حنا تنطلبوا باش يكون عندنا معهد مولاي إدريس لأن مولاي إدريس تخرجوا منه واحد العدد ديال الفرق الموسيقية وباقي يعني شي فرق ديال بالنسبة لحماد شاول سميتو ما خصوش يبيعوا لا لحماد شاول ولا درقاوة ولا الجلالية وحل التوات كانوا هنايا فرق عود ديال التعرجية هما اللي كانوا تيديو العروسة الثلاثينات والعشرينات كانوا هما تيكسب حدا مراكش عندهم دقيقية حنا كانوا عندنا تعرجية. هذه مسائل كلها انضطرت مع كامل الاسف هذه الهويه ديالنا حنايا ملي كتزول الهويه الذاكره جماعي وصافي ما كيبقى هي بحال الانسان غادي تايه بلا كارني بلا هذه بلا هذه. طيب تعلمت شنو اللون الفني اللي كتعشقو؟ ايوا بحكم ملي كبرت انا فواحد العائله فنيه لا من كان عمي رحمه الله 1930 الملحون عنده مجموعه الملحون وفي نفس الوقت مجموعه شعبيه اللي كانوا يخدموا في العراسات بقينا هكا. جاء من بعده الاخ ديالي رحمه الله عاود دار مجموعه ديال الملحون وفي نفس الوقت شعبيه وعصريه بامتياز عاود بقى كان فيها الله يرحمه خير محمد ميمون وكان العربي قرين رحمه الله العربي العوينه كان مع المدرز رحمه الله المعلم مولاي علي الترطار رحمه الله محمد ميرا رحمه الله حاج سليمان رحمه الله حماد رحمه الله يعني هاد الناس هادو كلهم كانوا كينشدوا كينضموا كلهم كانوا تينشدوا وكانوا احفاظه هما اللي كانوا قايمين بالنشاط ديال البلاد وكانوا تيمشيو يقوموا بانشطه اخرى خارج البلاد. انا كنت الجزائر لو كان عندنا تشجيع اللي هو رسميتو غادي يكون العطاء اكثر شحال من حاجه دفنت. كنعزف على آلة ترومبيت على النحاسية خاف لي أسست فرق هنا في مولاي إدريس من 1969 والناي وآلة الغطاء والعود
والكمانجا والسويسن والساكسوفون واش اللي عطلات. هذه المعزوفه اللي قدمتي لنا واش عندها شي عنوان؟ هذه تقسيم على الناس، تقسيم ديال فيه بياتي وفيه على الصدى. طيب ذكرتي لي بلي كتكتب بالسجل، وغالبا تبغي تقدم للساده المستمعين شي ابداع ديالك الخاص. واحد القصيده صغيره متواضعه، فحسن ميعاد، فحسن ميعاد في العوينه في جنب الواد، وقفه زين المنقاد زين هذو وخ العباد، الحياه والحشمه والجود، قريه والورد في الخدود، رزينا وقبطة الحدود، تبارك الله على السر عفيليا، غزالة مأدبة بلدية، كلامها حلوش هدية، في لباسها لباسها عربية، قلت أنا اللي انتهى، ما يفيدني إلا نخطب، ولا يبقى القليب معذب، مشيت طالب، وتنرغب اللي يجي غيري ويديها، درت المشموم في الدية، ومشيت بكري مع العشية، دقيت الباب وخرجت هي، ودخلتني عند والديها، حكيت لهم كيف ترى وصار في العوينة، شوف الأقدار غير المحبة، شفت وصار صبحت ليا وأنا ليها. هاد الرجل ممكن أنه يتبلور على شكل أغنية مغربية بطبيعة. هلا علينا إحنا مني جبتي الأغاني المغربية، يعني كتأسفوا على اللي ما بقاوش يدوزوا الأغاني ديالنا المغربية، هي عندها أصالة وعندها وعندها وعندها، واللي هي هي اللي كتعطينا تمغربية. كاين قصائد كثيرة تعلال اللي كتكتبها بالزجل؟ هي كاين. إيوا راه تكون عندي شي 30 ولا 40 قصيدة. واش كدون هاد القصائد؟ واش ما كتفكرش أنك تطبعهم في شكل واحد ديوان زجلي؟ إن شاء الله الرحمن الرحيم، مع استشارة مع إخواني اللي هما سابقيني، نخرج كتاب بإذن الله. نتمنى لك التوفيق سي علان، نختموا معاك ب خير. والحمدوشية اللي كانت ديال بن عياد اللي هو أول حمدوشي في المغرب بهاد الآلة الغيطة. كانت هذه لوحة فنية حية قدمها لنا السيد علان ميمون، والذي تعرفنا معه على التراث الفني والشفهي لمدينة مولاي إدريس زرعون، والذي ينضاف إلى موروثاتها الأخرى من معالم أثرية طالها النسيان ومن مواقع إيكولوجية، فضلا عن ثرواتها الغابوية والفلاحية، كلها مؤهلات تحتاج إلى تسخير في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما دعت إليه الفاعلة الجمعوية السيدة زكية حناوي، وهي تستحضر جزءا من هذا التراث اللامادي لمدينتها مدينة مولاي إدريس زرعون. عندنا مولاي إدريس معروفة بالتنوع ديالها، لا في النسبة للزي ولا بالنسبة للطبخ، أن كل عيد كنعطيو حقهم من جميع النواحي، وعاوتاني أن التنوع كل فصل عندنا عاوتاني الأطباق ديالو، في الربيع كانت نزاهة، بالإضافة أن ما يمكنناش نهضروا على مولاي إدريس بمنأى عن موسمه، يعني أن مولاي إدريس كان هو البداية والأصل، شكل واحد التراجع أنا كنبقى إيجابية، إلا جينا نحطوا مكامن القوة والضعف في المدينة باش نشوفوا كيفاش أننا غنستثمروا هاد التراث، وكيفاش غنستغلوا ديك المعطيات الذاتيه والموضوعيه. كنشوف باش نقفزوا هاد القفزه لابد من اشراك جميع الفاعلين. كنحاولوا حنا واحد المجموعه ديال النساء جاهدين نديروا واحد التعاونيه اللي نحييو فيها الصناعه التقليديه، ان المراه الزرعونيه كطرز، كدير كسكسو بالطريقه البلديه، كدير تيالي، كدير المجامر، كدير العقال، كدير السفيفة، كدير الصوفة، من المراحل ديالها الغسل ديالها في الواد، باقي كنسلو عندنا حنا في الواد، لأن
يعني حتى الطريقه يعني اقتصاديه باش كيوصلوا انهم الربح يكون اكثر. دونك انا كنحاولوا نحيوا ولا ننقذوا هالصناعات اللي بدات نقولوا تنضاثر، لان كل ما بقاش بحال شحال هادي علاش ما نديروش مجمع صناعي نحيوا فيه العواده الدرازه ديك القصب ديك الماموني اللي كان كتكون عندنا في السطوحه كتلقى ديك الماموني ديال القصب واللوايه والداليه العنب، يعني هادشي كله غاب عنا. الغريب في الامر ان المدينه التسعينات كنا بين 18,000 ساكنة، الثمانينات ولينا 14,000، حاليا 12,000 ساكنة. يعني هنا تحطي نقطة استفهام، يعني أنه وباء اقتصادي هجرة. يعني كنشوف احنا شركاء في التنمية وفي التغيير، كل واحد من الموقع ديالو، وهذه دعوة باش نرجعوا لاعتبار المدينة عريقة ولعبت دور في تاريخ شمال إفريقيا ماشي في المغرب. وشكرا. نتمنى مستمعينا ومستمعاتنا أن نكون قد وفقنا في إبلاغ لكم الصورة عبر الصوت عن تراث مدينة مليدري الزرغون بعيون أبنائها والمهتمين بشؤونها. نشكركم على الوفاء، نشكر باسمكم كل الضيوف الذين أغنوا معنا فقرات هذه الحلقة. نلقاكم الأسبوع القادم بحول الله. إلى ذلكم الحين لكم تحياتي وتحيات الزميل حسن مصلح في التسجيلات الخارجية والزميل محمد متقي في هندسة الصوت بالاستوديو في رعاية الله.